الجزء الثاني من او الثالث بجوز من موضوعنا اللي هو موضوع التفكير الابداعي. حكينا عن الابداع وحكينا عن الكرياتيف ثينكينج، قلنا ايش تعريفه، حكينا عن ديمونو، حكينا عن بول تورانس، تذكروا لي بول تورانس ابو الابداع، تذكروه. حكينا عن التفكير الابداعي وقلنا تايلور شو حكى عن الابداع، انواع الابداع. حكينا عن مكونات الإبداع وجيلفورد ومكعب جيلفورد وإنه مجموعة من القدرات، وإنه حاكي كمان عنا عن الأصالة والمرونة، كمان هاي الأشياء اللي إحنا بنصلح عليها وحكينا عنها. حكينا إنه الإبداع في عنده مرحلة عملية يعني، وفيها مراحل لهاي العملية، بتبلش من الإعداد والاحتضان، الإشراق والإلهام والتحقق. وقلنا إنه الإنسان المبدع أو بيمر بهاي أثناء العملية الإبداعية عن الإنتاج الإبداعي اللي بيشتغل عليه من بداية تشكيل وعطينا مثال امبارح لواحد من المبدعين. حكينا عن خصائص الإنسان المبدع، وأنا ركزت لكم على كلمة انعزالية وميل للانطواء، وقلت لكم إنه هي مش بالنوع من الناحية السلبية، ولكنها بناحية وبرد برجع بأكد عليها دائما، اللي هي لها علاقة بإنه أنا بدي وقت أكثر حتى أشتغل على المشكلة الإبداعية بدي أشتغل عليها، أنا بدي وقت أكثر، بدي الوقت باليوم ما بكفيني، فبتلاقيه ببذل جهد كتير كبير ما بقدر يلحق انه يتجاوب مع كل مثلا الاشي الاجتماعي او المتطلبات، بتحس انه ميله لهي الاشياء اقل لانه عنده اهتمام او عندها اهتمام في اشي معين بيأثر مرات على علاقتهم مع الآخرين. هاي بس الناس اللي بتفهمهم بتحبهم، ما بيحبوا الروتين كمان، هدول الناس المبدعين ما بيحبوا الروتين بالمرة يعني، وعندهم ميل لأنه دائما يجددوا يعني، كل ما بيوصل بقول لك إنه أنا لا بدي إشي غير، بدي إشي يتحداني، بدي إشي يتحدى أفكاري، بدي كل ما حس إنه في تحدي كل ما حس حاله إنه هو عايش. عندهم استقلالية وهم حساسين كمان لمشاعرهم مشاعر الآخرين. هلا من خصائص الفرد المبدع كمان إنه بتحمل الخطأ وما بيوقع يعني ما بيخاف انه هو يوقع بالخطأ. هلا عادة شو الفرق بين الانسان المبدع والناس العاديين؟ الناس العاديين بخافوا يعني، بقول لك انا هلا شو بتضمني انه انا بدي ادخل بهالقصة هاي، وشو بدي اخسر، وابصر اذا بدي انجح ولا ما بدي انجح. المبدع او اللي بيشتغل على المشكلة الابداعية ما بفكر هيك، دغري بجازف يعني، في عندهم المجازفة وفي عندهم التنبؤ أو التوقع المستقبلي للأشياء اللي هم عم بخطط أنهم بدهم يعملوها. الفكرة بتسيطر عليهم يعني، بتسيطر عليه الفكرة اللي بده ينجزها، وكل ما اقترب لها، حتى أنتوا بتسمعوا أنه في ناس مبدعين بياخدوهم سنوات طويلة حتى الناس تعرف أنه أنت عمالك بتعمل إنتاج إبداعي يعني. في ناس من العصور المختلفة اللي راحت ما كانوا عارفين أنه مو من المبدعين، إحنا قاعدين بنبجل فيهم بوقتنا. كانوا ناس عاديين بهذاك الوقت، ولكن أعمالهم خالدة، الأشياء اللي قدموها للبشرية وقدموا فائدة للبشرية، وخصوصا الناس اللي اخترعوا المطاعيم اللي جنبت الأطفال بهذاك الوقت، اللي هو أنك بتسمعوا أنتوا قديش كان في إعقاد، كان في شلل. هلأ في مطعوم واحد ممكن أنك أنت تخلص الأطفال مش بتسمعهم بيروحوا بيعملوا مطاعيم ثلاثية. كان بهذاك الوقت اللي بينصاب من هدول الأطفال يعني خلص بصير عنده عاهة مستديمة، أو ممكن إنه لا سمح الله يفقد عمره. في ناس كمان مثلا الحصبة كانت تموت، الطاعون كان يموت، لما اخترعوا البنسلين قديش يعني جنبوا البشرية من 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 كوارث. وهلأ كمان إحنا عم نعيش في جائحة، بكرة رح يصيروا يكتبوا بالتاريخ عنها مين اخترع المطعوم ومين هاي الأشياء. هذا على المستوى الصحي، فما بالكم على حياتنا. بحياتنا ناس عايشين معانا هلأ كتير رح ينحكى عنهم بالأوقات اللي بعدين. عندهم قوة دافعية، عندهم روح دعابة ومرح. طبعا مش هاي الأشياء مش على الكل بتنطبق يعني، لكن على الأغلب الغالبية عندهم. أهم ما يميزهم الخيال، عندهم الإيماجينيشن. لولا الإيماجينيشن أنا ما كنت مبدع، لولا الإيماجينيشن أنا وين بتخيل حالي وشو بتخيل الفكرة وين بدها توصل. ما شفتوا امبارح اللي حكيت لكم عنه، إنه هو في عنده خيال، الخيال وخصب خياله واسع، عنده خيال إنه بده يسوي الأيديال بالاس، سواه بس، ولكن قديش أخذ منه وقت، أخذ منه 33 سنة قبل ما قدر إنه ينجزه، اللي هو هلأ موجود من 1800 وإشي لهلأ، خلصوا 1912، هلأ
موجود بفرنسا والكل بيروح بزوره وبيقطعوا تذاكر عشان يروح يتفرجوا، على انه مكان من الاماكن اللي هو من خيال هذا المبدع صار. هلا التصميمات الرائعه اللي انتم بتشوفوها، الاشياء اللي انتم بتنذهلوا فيها، هي كيف اجت؟ لو ما كان في عندنا الايماجينيشن والخيال. ولاحظوا انه مهاره الخيال كل ما نكون صغار بتكون عندنا كثير قويه، بس لما بنكبر من القيود اللي بتنفرض علينا ممكن انها تخلي تحد من نسبه الخيال اللي عندنا، بس المبدع ما يعني خلص بضل على طول الايماجينيشن موجود عنده وبيحلق فيه، وهو اللي ممكن انه يطلع فيه بشيء. هلا خصائص الفرد المبدع العقليه، طلعوا انتم معظمهم صرتوا تعرفوهم، عنده سرعه بديهه، تنوع بالافكار، بيحللوا وبيركبوا، بيصدروا احكام، بيقيموا، بيفكروا تفكير ناقد، عندهم طلاقه مسنونه واصاله واسهاب في التفكير، عندهم قدره على معالجه الافكار، البروسيسنج تبعت الافكار معالجتها بتكون عندهم كثير قويه، غير بتفرق عن الناس اللي هم عندنا اياهم الناس العاديين. كمان شغله ثانيه، التفكير في عندنا فرق بين نوعين من التفكير، اللي هو التفكير الابداعي والتفكير المنطقي. هلا التفكير الابداعي دائما بيقولوا لنا انه الكرييتيف ثينكينج بيبتعد عن الطرق المألوفه والطرق السائده، صح؟ حكيت لكم انا كثير، قلت لكم انه احنا لازم نبعد عن طريقه التفكير بالإشي المألوف، الإشي العادي، الإشي السائد، نحاول ما امكن ان نفكر بطرق غير معتاده، بدائل مثلا اشياء مش اللي بكل بيمشي بهذا الطريق انا بدي امشي بنفس الطريق. التفكير المنطقي لا، بعكسه، لازم يكون في عندي قواعد واضحه، لازم يكون في عندي قواعد المنطق، لازم يكون في عندي خطوات واضحه كمان عشان امشي عنها، لازم يكون كل شيء مثلا مألوف شائع، من الشيء المألوف انا بوصل للحقائق. هلا رح تلاقوا في فرق بين المفكر المنطقي والمفكر المبدع. المفكر المنطقي دائما لاحظوا بايش بيهتم، بيهتم بالشيء المألوف، بيعتمد قواعد المنطق اللي هو بسموه logic thinking، بفكر تفكير تجميعي. شو يعني تفكير تجميعي؟ هلا في عنا نوعين من التفكير، واحد بيقترن بالتفكير الإبداعي، واحد بيقترن بالتفكير المنطقي. التفكير التجميعي يعني على سبيل المثال أعطيكم أنا مثال، هلا كيف لما أنا أجيب لكم أو الدكتور يجيب لكم أسئلة، هاي الأسئلة في إلها معيار محدد للإجابة، هو هون هذا إشي على التفكير التجميعي، إنه أنا باجي بقول لك إنه الإجابة التفكير المنطقي يعنى بالأمور التالية، يهتم بما هو مألوف، يعتمد قواعد المنطق، يفكر تفكير تشعيبي، بنطلق من مقدمة صحيحة صار نتيجة. وين الإجابة الخاطئة؟ بتيجي أنت بتقول يفكر تفكير تشعيبي، إذا رحت جمع كتبت لي إنه هاي صح ووحدة ينطلق من مقدمة صحيحة خطأ بحسب معياري أنا، اللي خطأ اللي هي الثالثة. إذا أنت حطيتها صح، إنه أنت حطيت إنه هي هاي اللي خطأ، أنا رح تأخذ أنت علامة. إذا أنت حطيت لي أي واحدة من الثلاثة اللي قبل، أنا مش رح تأخذ علامة، رح تخسرها. هون أنا حاطة معايير، هاي المعايير هي اللي بتقول هذا صح وهذا خطأ. لما أجي أنا أقول لك التفكير المنطقي مثلا سؤال مفتوح، بهذا السؤال المفتوح أنت بدي أخذ منك إجابة أو منك إجابة، بحيث أني أنا أترك لك المجال تفكري وتعطي، يعني تستدعي أفكار من عندك وبالأساس اللي أنت معتمدة عليه بالإشي اللي إحنا مدرسينكم إياه، وبدي كمان تبني عليه حتى تعطيني مثلا فكرة إبداعية أو إجابة إبداعية. هذا اسمه تفكير تشعيبي. تشعيبي يعني تترك للواحد مجال، ما في معيار محدد هو هذا المعيار اللي أنا بدي أصلح عليه، بترك لك المجال. هلا بالمالتيبل تشويس هو تجميعي، لأنه أنت عندك معايير معينة، هاي المعايير بتقول إنه إجابة بي هي أضبط من سي، فمشان بي هي صح أنت بتاخذ علامة، هنا إذا جاوبت هاي بتاخذ إيش؟ بتخسر العلامة. بينما بالتشعيبي لا، أنت بنترك لك المجال لعصف ذهني، ل توظيف معلومات، لأنه أنت تحطها تجاوبني إجابة غير الإجابات العادية الاعتيادية، هون بيكون اسمه تفكير التشعيبي. بنطلق من مقدمة صحيحة ليصل إلى نتيجة صحيحة، لازم يكون كل شيء قدامه صحيح علشان يفكر لك لوجيك لما توصل للإشي اللي بدك إياه، جميع خطواته مدروسة وصحيحة، أفكار مقبولة منطقيا واجتماعيا، ما بيخرج عن المألوف، لازم كل شيء يكون مألوف المفكر المنطقي، بميل لحل المشكلات. هلا انا يمكن اني انا اتنبأ بنتائج، يعني نتائج العمل اللي بده يعمله،
ليه؟ لأنه بيمشي بخطوات معينة واضحة محددة، ما بيخرج عن المألوف، فمشان هيك دائما هو من الناس اللي بيبتعد عن الصدام عن المجتمع، يعني مع المجتمع. بينما شوفوا المبدع اللي بفكر تفكير إبداعي، لاحظوا عكس التفكير المنطقي، ما بيهتم بقواعد المنطق، دائما خارج عنها، بيفكر تفكير تشعيبي. هلا صرتوا تعرفوا انتم انه التفكير التشعيبي اللي هو له علاقه باني انا اترك لك الحريه لافكارك الابداعيه انك انت تجاوبني، وما بحكم عليها بالخطا. ليه؟ لانه انا ما في عندي معيار، بس انا يمكن احكم بحسب طلاقه مروني اصاله اسهاب بس، ولكن مش انه انت في عندك ثلاث خطوات، ثلاث خطوات هذول اذا خليت فيهم انا بحط لك خطا، هذاك بيكون تجميعي. اذا بفكر تفكير تشعيبي. عادة المفكر المبدع بالتفكير الإبداعي بنطلق من مقدمة خاطئة بروح لإشي صحيح. تتذكر بكتاب الكورت الإبداع إنه أنت بتبلش من إشي ما له علاقة بالموضوع لتوصل للإشي اللي بدك إياه، أو ممكن أنت تستخدم مصطلح مفرد ما إلوش علاقة بالإشي المشكلة البحثية اللي أنت عمالك بتشتغل عليها حتى إنك أنت توصل للحل. هلأ بنطلق، ممكن مش ضروري يكون قدامي كل إشي صحيح، لا، أنا من مقدمة خاطئة بروح بتوصل لإشي صحيح، أو بفكر بإشي ثاني بوصل لإشي صحيح. بخرج عن المألوف دائما، ما بيصير باتجاه معروف، يعني أنا ما بقدر أتنبأ بنتائج هذا المفكر الإبداعي أو عملية التفكير الإبداعي اللي عماله بيعملها. دائما بحث عن الشيء الجديد. ليش؟ لأنه قلت لكم إنه هم بيملوا من الروتين، يعني بنخنقوا من الروتين. إذا أنت، وأنا على فكرة كنت أشوف هذا الإشي لما كنا ندرس يعني كنت يعني يكون قدامي مثلا طلاب بالمدرسة، يا عمي حتى وهلأ بالجامعة الكرياتيف بيكون غير، ما بيقدر، بمل، يعني بملوا من الإشي العادي، بملوا من يعني لنفرض أنه مثلا الأستاذ قاعد عماله بيعطي بالصف إشي والطالب كأنه عالم بالفيزياء، وأنت قاعد عمالك بتعطيه بيسك بيسك بيسك، وبده إشي أكتر، بده إشي يتحدى، بده إشي يجرب فيه، بده إشي يخترع. كيف بتشوف المخترعين هذول اللي بحطوهم على التلفزيون الصغار اللي بيكونوا قاعدين بيشوفوا بيقترحوا، بقول لك أنا عندي اختراع كذا وعندي اختراع كذا، وعن جد موجودين هذول، مش إنهم مش موجودين، موجود وبأعمار صغيرة عنده الأشياء اللي بيفكر فيها بطريقة، وبالآخر رح يطلع عنده إنتاج إبداعي أو رح يطور على هذا الإنتاج، إما بمجال الطب، إما بمجال الهندسة، إما بمجال الصيدلة، إما بمجال التسويق، ما بتعرف. في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كل إشي في مجال، إما بمجال التعليم، إما بمجال التمثيل، إما بمجال الإخراج، الصحافة، الإعلام. الكرياتيف والمبدع مبدع، مبدع بدرجة إنك أنت بتقدر تشوف الإنتاج الإبداعي تبعه وتقول هذا الإنسان مبدع، هذا الإنسان بيهتم بالتفاصيل، هذا الإنسان بيلاحظ التفاصيل، هذا الإنسان بيدقق بالتفاصيل. بيختلف مع المجتمع لغرابة أفكاره. هلأ رح تشوفوا إنه إحنا في عنا إشي اسمه معيقات الإبداع، blocks of creativity، هدول أشياء بيعيقوا الإنسان المبدع. هلأ ما في إنسان مبدع إلا صار في أشياء كثيرة عملت على إعاقة الإبداع عنده، أو ناس انتقدوا، أو ناس قال عنه مجنون، أو ناس قال عنه. تعرف ليش الناس هيك بتطلق علينا عليهم مسميات؟ تطلق عليهم مسميات لأنه من ضعفهم، لأنهم مش قادرين يوصلوا للشيء اللي هو واصل له أو هي اللي واصل له. فبتلاقيني أنا، ليش أنت واصل؟ ليش أنت مرتاح بالشيء اللي عمالك بتسويه؟ ليش أنت مختلف عني؟ ليش أنت أحسن مني؟ وبلش أنا، لأنه إشي غير مألوف، لأنه أنا ما عندي بعد نظر، لأنه أنا ما بشوف الأشياء بطريقة مختلفة، لأنه أنا محدود في الطريق اللي بفكر فيه وبالأشياء، متعودة على الأشياء الشائعة اللي حولي، بتلاقيني بطلق زي هاي التصريحات، بحارب. هلأ شوفوا أنتم حتى لما بتكون بالمدرسة على مقاعد الدراسة، إذا كان في طالب متميز، نتيجة هديك المرحلة العمرية أو الفئة العمرية اللي فيها المراهقين تين ايجرز، وإنه في عنا مجموعات وفي عنا مهارات، وهلأ لا، بتلاقي دائما هذا الطالب مبعد، أو هذا الطالب. هلأ شو اللي بين كل المراهقين على بعضهم بعض بالمدرسة؟ المهارات الاجتماعية، صح ولا لا؟ مهارات المجازفة زي ما حكينا، بتتذكروا، وبتزيد المجازفة لما يكون معاي أقران. المبدع أو الإنسان الطالب المتميز بيكون مش متفوق تحصيليا، عم بحكي عن متميز، المتميز اللي عن جد عنده إشي، عنده إشي ممكن إنه يصير لقدام، في عنده اهتمامات مختلفة،
لكن هو ما بيقدر يواكب هدول الفئة العمرية اللي هو بنتمي لها، لأنه اهتماماته غير عن اهتماماتهم، واهتماماته يمكن تكون أعلى بكتير من اهتماماتهم، هم مش فاهمين عليه ببساطة، وهو مش قادر ينزل للمستوى تبعهم. هون بيصير الخلاف، أو هون بيصير في مشكلة. هلأ في واحدة من الأشياء اللي إلها علاقة بتنمية الإبداع والموهوبين المتميزين، بقول لك إنه واحدة من المشاكل اللي بيعانوا منها هي المشكلات الاجتماعية اللي إلها علاقة بالفئة العمرية اللي هم بينتموا لها. نمو العقلي لأقرانهم بتكون مختلفة جدا عن التفوق العقلي اللي عندهم موجود، فبتلاقي هو مش فاهمينهم، وهو مش قادر يفهم هدول الأفراد. بس هو اجتماعيا كفئة عمرية يعني من الناحية الاجتماعية هو زي زيهم، بس ولكن عقليا هو سابقهم. هلا في عندنا كان مشكلة وصار عليها كتير قضايا يعني، ودائما بنحكى عنها بتنبيه هدول الأفراد، إنه في إشي ممكن إنه هو لأنه مش مقبول اجتماعياً مع هدول الفئة اللي موجودة، مثلاً فئة صفه أو أبناء صفه، بتلاقي ممكن يخبي الإبداع اللي موجود عنده أو التميز اللي موجود عنده علشان يكون مقبول اجتماعياً. يعني ممكن أصير أنا أبلش أجيب علامات واطية، ما أهتمش، أعمل حالي كيرلس، وموجود هذا الإشي. كمان في شغلة تانية، كمان قضية تانية تتعلق بهدول كمان من المشكلات اللي موجودة عندهم، إذا بتسمعوا عن قفز الصفوف إنه كان يقولوا، أو التسريع. يعني طفل مثلاً عندك بالصف الأول بالرياضيات، وأنا كنت أشوفها هاي كتير بالرياضيات، بيكون هو سابق مستوى الصف تبعه. الأطفال اللي بنفس عمره لما بيعملوا له امتحان يمكن هو فصل أول صف رابع، فشو بيعملوا؟ بيعملوا له عملية قفز، بيقفز صف أول تاني تالت بروح لرابع. هلأ في فرق ما بين فصل أول صف أول طفل وما بين الأطفال فصل أول رابع، في فرق كتير كبير بالاهتمامات. يعني انتو بتشوفوا رابع ببلشوا يطلعوا على خامس، يعني إذا كانوا بمرحلة ابتدائية وبيطلعوا على الفرصة مع خامس، بتلاقيه بيصيروا يقلدوهم في 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 نمو اجتماعي على المهارات الاجتماعية، ونمو على المهارات الشخصية بختلف كتير ما بين أول على صح على رابع. فما بالكم باللي بتسمعوا فيهم بيكون هو كتير مبدع بالرياضيات أو متميز بالرياضيات، وبيقطع بيخلص ثانوي، وبيخلص هو لساته بمرحلة مثلا الابتدائي، وبيخلص جامعة وبيعمل ماستر وبيعمل دكتوراه، وبتسمعوا عنهم مثل العباقرة موجودين. هلأ قديش بيكون في عنده مشكلة لما يكون هو عمره 12 سنة قاعد مع عمرهم 22 على مقاعد الجامعة موجودين كمان. فهي المشكلة وين؟ هلأ هو بيوازيهم، بتفوق عليهم بالقدرات العقلية، لكن هو بالمهارات الاجتماعية والانفعالية هو لساته طفل بعمر 12، فبتلاقي ممكن انها تنعكس عليهم بمشاكل، هاي مشاكل نفسية او اشياء. فهي من الشغلات اللي بينحكى عنها عن لما بنشوف مثلا طفل مبدع او شخص مبدع. بميل دائما للتغيير والتطوير، ولا يمكن التنبؤ بنتائجه. يعني ممكن يجيب لك حل ابداعي مختلف ما يخطرش على بال حدا، ممكن يجيب لك فكرة ابداعية تطبيقاتها يعني ولا خطرت على بال حدا، لانه هو متميز، لانه هو مبدع. فما بنقدر ان احنا نتنبأ بنتائج الاعمال اللي بقوم فيها. هلا شوفوا معوقات الابداع. معوقات الابداع، في حدا بحب يحكي شيء قبل ما اكمل؟ انتوا معي يا اصدقائي؟ معك دكتوره. معي دكتورة. معي. بحب يحكي شيء تفضلوا، عشان انا ما استفرد بالمحاضره. لا ما تخاف، احنا معك، ما تستفردي. طيب من معوقات الابداع في عنا اللي شايفينهم قدامكم، هدول من الاشياء اللي بتعيق المبدعين. يعني على سبيل المثال في عنا مبدعين كتير موجودين من قبل احنا بنعرف عنهم، في مبدعين عايشين معانا، دائما في إشي بتعمل إعاقة بتقتل الإبداع. يعني هلأ مرات ممكن أنا المادة أو المصاري، بتعرفوا أنتوا في بعض الأعمال الإبداعية تتطلب مصاري كتير، يعني تتطلب تغطية مادية عالية التكلفة. يعني على سبيل المثال هلأ اللي عمالهم بيشتغلوا بموضوع العقار،
قديش أو الفاكسين المطعوم قديش هذا بده تكلفة مادية عالية جداً. إذا ما كان في مؤسسة تدعم أو مؤسسات هي اللي بتخلي الأفراد هدول العلماء هم اللي يشتغلوا، ما رح يطلع عندك الإنتاج الإبداعي، لأنه بدك مواد وهي المواد بتكلف، وبدك بيئة بالمختبر، وبدك قوارير، وبدك أجهزة، وبدك على درجات حرارة معينة. كل هاي الأشياء مكلفة، وإضاءة معينة. هلأ هذا كلياته مكلف، هذا كلياته ممكن إنه يعيق عمل الإنسان المبدع إذا بده يشتغل لحاله. هلأ مرات المبدع بيكون بده يشتغل على صناعة أجهزة. هلأ اللي بيدرسوا فيكم الذكاء الاصطناعي بيشوفوا قديش إنه عمل الروبوتات هاي قديش هي كل قطعة من هاي القطع غالية، قديش هاي القطع بدها دعم لحاله الواحد ما بيقدر إنه يسويها. فبدك تكون ضمن إطار مؤسسي معين داعم ماديا حتى إنك أنت تقدر إنك أنت تنجز هذا العمل الإبداعي مثلا اللي لقدام. أنا بتخيل إنه هلأ لقدام بده يصير العالم أذكى بكتير من هيك كمان. يعني الأشياء هلأ اللي إحنا عمالنا نطلع عليها ومنقول إنه هي واو، يمكن لقدام تصير يعني نصير نتذكر كيف هلأ كل واحد فينا حاطط السيديات. قبل السيديات كان في أشرطة، بعدين في السيديات، بعد السيديات في DVD، بعد DVD صار في عندك نتفليكس، بعدين صار في عندك كمان شوي هذا الجهاز كل الكبير كلياته تلفزيون بدك تقيمه، بده يكون إشي جهاز صغير بدك تحط على تلفزيون. اختلفت شغلات كتيرة كان يحكي عنها بيل غيتس قبل 20 سنة للمذيع، والمذيع مفتح فمه مش فاهم عليه شو عم بيحكي. قديش اختصرت أجهزة كتير وعمالنا إحنا بسرعة بيصير هذا التطور التكنولوجي. طب هذا التطور التكنولوجي كيف عم بيصير هيك؟ لا، في مادة عم تصرف، في مؤسسات عم ترعى، في تنافس. هلأ شوفوا التنافس السريع ما بين أبل وسامسونج وهواوي ومش عارف إيش، وبعدين أنت بتبطل تعرف هذا بقول لك كاميرا وذاك بقول لك 3 كاميرات وهذا بقول لك كاميرا إشي أوبتيكال وإشي مش عارف شو. إذا بدك تدخل كمان بدك تثقف حالك بهذا الجانب وبدك تلحق. شوف السماعات، السماعات اللي كانت وايرلس كيف شكلها قبل كيف شكلها هلا، وكيف كانت تتحمل معك نص ساعة تقعد تشحنها، وبعدين ساعتها ما كان هلا كيف مثلا اللي طلعوا الجنريشن الجديد آخر إشي البرو هذا، كيف إنه أنت بقد ما بتستعملها ما بتخلص، أو إنه طلع التطور على كل إشي كيف بيكون قبل كيف وقديش سريع 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 سريع. هلا هاد كيف عم بيصير؟ في ناس مبدعين عم تشتغل، في ناس عم بتجيب لنا هذا الإنتاج الإبداعي اللي إحنا عمالنا بنستفيد منه. لو مش موجود المصاري بدها تكون معيق، بدها تعيق هاي العملية، مش رح تطلع هاي هذا الشيء، فبده صرف. هلا بتذكر أنا إنه كان رسام فان جوخ يعني بواحد من الأفلام اللي كنت أتفرج عليها، وأنتوا بتعرفوا إنه هو هلا هاد تنباع بالمليارات رسوماته. هلا فان جوخ لو يجي هلا يمكن ما أعرف شو بسأله، لأنه هو كان ما عنده مصاري، كان أخوه يشتغل ويصرف عليه يجيب له أدوات الرسم ويجيب له الأشياء. هلا هاي معيق حاجته، يمكن كان لو ما في هاي الحاجة كان يمكن يكون هو مبدع أكتر، ممكن يكون إنتاجه الإبداعي أكتر بكتير من الإشي اللي هو تغير فيه. تفضل. بس من ترى الحاجة تبعيته أثرت على أنواع رسمه. فان جوخ أنا زرت له المعرض الرسم تبعه في أمستردام، أنا زرته مرة. فبين دكتورة ممكن المعاناة اللي هي عنده، باعتقادي بتبين بأنواع الرسم والصور تبعيته. وقصته غريبة جدا، وممكن بيحكوا انه هو انسان مجنون يعني، وانا بتوقع انه انسان مجنون على القصص اللي سمعناها. طب شو شفت انت بالمعرض؟ احكي لنا، يلا رح افتح للشباب عنها، عن كمان فان جوخ. والله ثقافة عملت لكم، انا ثقافة هاي اسمها فان يا ويلو فينسنت فان جوخ. احكي كمان عزيزي شو شفت دكتورة. ما شاء الله عليك، يعني انا بشتغل طيار مدني، فكل الأماكن اللي أنت بتحكي عنها أنا زايرها، فبحكي ما شاء الله عليك. يعني برشلونة من المدن المفضلة عندي كانت. فأنت عملتي لنا تور ثاني. والله أنا عملت لكم تور سياحي. أما يعني أنا وصلت 100 مرة هناك، بس بيكاسو مثلا ما عمري زرت المعرض تبعه مثلا في برشلونة. وحلو تعرفوا معلومات، يعني ما تروحوا هيك تشوفوا وضلوا ماشيين. برضو هاي التفاصيل، هاي تفاصيل سكيل على فكرة.
وما بتعلمها الواحد وهو صغير، يمكن تتعلمها من اللي معك، يمكن تتعلمها من الناس اللي انت حواليك، بتزيد، يمكن يكون في عندك جزء وما كنتش تعرف. بس هلأ خليني استنوا احط لكم يا لفانكوخ، بعد ان فكرتكم وينو فانكوخ اليوم. ها هي الاستاذ، هذا فانكوخ، فينسنت فانكوخ، هو من امستردام زي ما حكى زميلنا. طلعوا هلأ هاد، طلعوا يعني هو كيف شكله، كتير كانت حياته فيها اكتئاب صح ولا لا؟ وكان يعني من الناس اللي تعذبوا كتير بحياته، كان معتمد كتير على أخوه بأنه يساعده بالرسم، حتى سموه رسام الفلاحين لأنه كان يرسم الأشياء على بساطتها، الفلاحين بالحقول، حقول عباد الشمس، في عنده هاي اللوحة هاي كتير مشهورة اللي بيسموها ستاري نايت، اللي هي كتير مشهورة، أكيد أنتوا شفتوها بتعرفوا عنها، هيها اسمها ستاري نايت. هاي اللوحة من أجمل اللوحات اللي عملها، وطلعوا قديش رسوماته وألوان اللي بيستخدمها ألوان كتير حلوة، ألوان هادية بسيطة، رسمة بسيطة، كتير سموه هو رسام الفلاحين. بدي أشوف لكم هاي تبعت عباد الشمس، يعني طلعوا كان يرسم، هيها هون، هاي بالقرن 19، كان يرسم عادي، مقاهي عادية، ناس بلبسها العادي، مش ضروري أشكالهم وجوههم مبينة، بس الألوان اللي بيستخدمها حلوة كانت، يعني في إشي مميز، يعني في السحر مختلف عند فانكوخ، تقدر إنك أنت تشوفه وتستمتع فيه. كتير كان يرسم اللي يعني إياها هاي الورود والمزهريات والطبيعة، كتير في له رسمة كمان حلوة، طلعوا يعني قديش حلو الرسمات لفانكوخ. استنوا أدور لكم على تبع هاي كمان كتير مشهورة، برسم عباد الشمس، كتير في حقل عباد الشمس، كان يرسم الفلاحات وهم بالحقول، من يعني من كمان الرسمات الحلوة تبعته. تعذب كتير بحياته فينسنت، وهلأ يعني لوحاته بالمليارات بأمستردام، لما بتروح يعني هو المعلم الحضاري اللي هناك اللي بيدلل على 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 يعني على على أمستردام، بيكونوا كتير فخورين فيه. يعني هون بالرسمة هاي بعتقد إنه لما قطع إدنه، صح أستاذ، قطع إدنه، كان مكتئب وحطها بمغلف لحبيبته، في عنده حالات من الاكتئاب، يعني بعرفش هذا مش هو اللي راسمها، بس هي دلالة على القصة اللي صارت معها لفينسنت. هاي الحقول كتير كان يرسم الحقول، عشان هيك سموه رسام الفلاحين. هيهم الحقل هاي، حطوه كتير على NBC2 الفيلم عن فينسنت فانكوخ وحياته. يمكن لازم يكون الواحد مهتم شوي حتى يقدر انه يستمتع يعني ويتذكر هاي الافلام. انا من الناس اللي بشوف كتير افلام، بشوف بحب يعني بحب القصص، بحب الاشياء اللي ممكن انه هيك بتلقي الضوء على الناس الثانية، من ميوزك، من موسيقى كمان. فأنا بنصحكم يعني أنه تثقفوا حالكم، شغلات كتيرة، تثقفوا حالكم، ما تقولوش ما بعرف، هي كل إشي موجود قدامكم. دكتور شوفي، هلأ أنا بحب مثلا المباني الهندسية بتلفت نظر كتير، يعني أي تصميم هندسي غريب أو متاحف أو شغلات زي، مع أنه يعني هداك اليوم حكيتي هي مملة، بس أنا لما أدخل متحف صدقا يعني بتوه جوا المتحف، يعني بضل أطلع، يعني زي لما رحت على إيطاليا مرة، رحت يعني دخلت جوا الكنائس. دكتورة إذا عمرك رحتي ودخلتي الكنائس بإيطاليا، هي عبارة عن متاحف مش كنيسة، يعني الحيطان تاعتها مرسوم عليها رسومات مش طبيعية، طريقة النحت، طريقة. طب دكتورة، برج بيزا اللي اكتشفته انه هو اصلا من زمان مبنى، وهو امتى اكتشفوا انه في ميلان مش طبيعي؟ اكتشفوه يعني لما وصلوا للطابق الخامس، للدور الخامس في برج بيزا، بعدين شو وقفوه بسبب كان صارت حرب بالمدن الايطالية داخلية. بعدين في مهندس اسمه جيفاني هو قرر يكمل البرج، بعدين خلص كملوا للآخر، وطبعا هم اصلا كانوا بدهم اياه البرج هاد كتكملة للكنائس اللي موجودة بمدينة بيزا الايطالية. فبعد هيك لما لاحظوا ميلانو خلص صاروا انه زي بيخافوا من هذا البرج او اشي. اجا مهندس تاني نسيت شو اسمه برضو بعام 1990، تخيل الذكاء لوين، يعني هو ذكي لدرجة، هذا ابداع صراحة انا اعتبرته، قال انه
الأجراس الموجودة هو فيها تقريبا 3 أجراس أو 4 أجراس، وزن الواحد فيها 600 كيلوغرام. تخيلي قديش الحجم. قال إحنا بنخلي الأجراس موجودة، حركة الأجراس لما تتحرك مشان لما تدق الكنيسة أو إشي هي اللي بتحرك البرج، إحنا بنخلي ضغط الأجراس على هاي الجهة بثبت البرج في الأرض، وظلت لهلأ ثابتة بالأرض. صح. هلأ شوفوا كمان هو مش ممل، يعني ما تفهموني غلط، هلأ الواحد مهم يعرف عن تاريخ الشعوب غير من المتاحف، بس مرات يعني حلو بس بعدين لأنه كتير المتاحف مثلا زي متحف اللوفر بباريس، يعني مش معقول بدوخ وانت بتتفرج بالآخر، بس يعني بالآخر مش إنه هي مملة، لا هي طبعا أعمال كتير، بس يعني ما بعرف مش عارفة بدخلها الواحد، بس لازم يعني لازم يطلع. هلأ شوفوا هاي بسالزبرغ بفيينا، طبعا موزارت هو عاش بهديك المكان بهديك الفترة. في صورة هون على فكرة عند هذا المكان. هلأ بسالزبرغ كل إشي موزارت، بتروح على بيته بتشوف كيف كان عايش، هو مات بعمر صغير يعني مش انه عمر كتير كبير، كل اشي مستخدمينه لموزارت بظن هون بيته بهاي المنطقة، بتفوت عليه هون بتشوف كيف كان عايش. انا اسف هذا بيته اما كبر اللي نشأ فيه، في بيته اللي بالسوق هذا اللونه اصفر، هذا هو البيت اللي ولد فيه، هذا اللي بيكون بالسوق بمدينة سالزبرغ. ايوه هذا هو هذا البيت، صح هذا هو اللي كان، هيو البيرث بليس لموزارت. فهي اخذناكم تور. في كمان يعني شغلات كثيره لها علاقه بموزارت، بتلاقي اللبس هناك، المدينه سالزبرغ كثير حلوه، يعني كل شيء هيو له علاقه، هي كافيه بموزارت. يعني بتمنى انكم ان شاء الله تروحوا على هيك اماكن تشوفوها تستمتعوا فيها، حلو الواحد يطلع ويشوف اشياء كثيره. سالزبرغ يعني من الأشياء من البلاد اللي مش معقول، يعني بلد الميوزك وبلد الفن والآرت وشغلات حلوة، بتمنى لكم هاي الأشياء الحلوة إنكم أنتوا تشوفوها كمان، وبتشوفوها بس حطوا في بالكم إنه إحنا حابين إن إحنا نشوف هاي الأشياء. هاي هون سالزبرغ بون انولد وعاش بي، وهو كان جينيوس، وإذا بتسمعوا لمعزوفاته لموزارت يعني تحسوا انه هو عن جد واحد جينيوس. طيب خليني اخلص هالمادة، واقسم بالله انا اذا ضليت هيك، بس بحب انكم تعرفوا، بحب لكم هيك الاشي الحلو. هلا كمان شغلة تانية عنا، شكرا الله يعطيك العافية. في شغلة تانية عافيك، في عنا معوقات. صحة تسلموا. في عنا معوقات اللي هي عنا اياها بسموها المعوقات الثقافية. شو يعني هاي المعوقات الثقافية؟ انه انا بكون مبدعة بس عايشة بكلتشر بثقافة ما بتقدر إبداعي، مشان هيك أنا بروح على مكان بيقدر إبداعي. يعني مثلا لما ينقل لي إنه هذا النوع من الإبداع مرفوض، أو هذا النوع من الإبداع غير مقبول، إما لتقاليد إما لعقائد إما لشغلات كتير مختلفة. وعلى فكرة حتى العقائد تختلف، يعني إحنا مرينا على العالم كله صح ولا لا، وحكينا عن 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 كتير شغلات، بكل مكان في إشي مختلف عن المكان اللي إحنا موجودين فيه. هلأ المعيقات الثقافية، إذا أنت كنت مثلا أو أنت كنت مبدعة بجانب معين، وهذا الجانب فيه معيقات ثقافية بالمحيط اللي أنا عايشة فيه، هذا إشي بقتل الإبداع، لأنه ما في أقل ما فيها ما في تقدير للإبداع اللي عندي، ما في تقدير للإشي اللي أنا مثلا بإني أنا بمتلكه، فبتلاقي هذا النوع من الإبداع بيخبو وبيروح وبيندثر. لا تفكروا انه برا هم بس المبدعين واحنا مش مبدعين، احنا مبدعين بكل شيء، مبدعين باي مجال من المجالات اللي ممكن انكم انتم تتخيلوها. واحنا في، انا ما بدي اقعد احكي على العصور اللي راحت، بس انا بدي احكي على العصور اللي احنا موجودين فيها هلا او العصر هذا، كثير مبدعين، وفي ناس منكم انتم مبدعين، انا بعرف في ناس من اللي حواليكم مبدعين، بس ولكن قديش الشيء اللي العنوان هذا بيدل لك قديش انت المصاعب اللي ممكن انك انت تتعرض لها اذا كنت انسان انت مبدع. مرات ممكن الاهل نفسهم هم يعيقوا الابداع اللي موجود عند ابنهم لعدم ايمانهم فيه، لعدم ايمانهم بهيك نوع من الابداع، لجهل، قلة معرفة، خوف، شك، تساؤل، شغلات كتيرة. ومرات بتلاقي الاهل نفسهم هم اللي بيسقلوا الإبداع اللي موجود عند ابنهم أو بنتهم، هم اللي بياخذوا بإيده. تلاقي الأب فخور بالطريقة مثلاً اللي
بنته عمالها مثلا ترسم فيها، او فخور بالطريقه اللي ابنه مثلا عماله بيعزف فيها، بتلاقي بورجي الكل. في ناس بقول لك لا انا هذا الشيء مش لا مش عندنا، مش موجود عندنا، انا ما بدي اياه. فبتلاقيه بيقتل الابداع، بتلاقي الولد يا اما بده يسافر يا اما بده يروح على مكان ثاني، ما بدهش يتواجد بهذا المكان لانه هذا المكان. مرات كمان من المعيقات اللي هي عندنا اياها الناس اللي حوالينا بنفس الفئه العمريه اللي احنا ننتمي لها. زي كيف انا لما قلت لكم انه لما يكون في عندي انسان مبدع متميز، قديش بيكون الـ 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 الاقران اللي حوالي ممكن يخلوني يبعدوا عني، وانا ايش بدي بهذاك السن غير القبول الاجتماعي، فبكون مش فاهم سرعه الانتقاد. شوف انت اذا بدك تقتل الابداع كمان، انقد وانقد الفكره وانقد المبدع وانقد استسخف الفكره اللي هو فيها، ضلك أكد وقوله التزم بالمألوف، ما تطلعش خارج المألوف. يعني هلأ أنا مثلا هلأ بالمادة هاي طلعت فيكم من هون، رحنا طرنا رجعنا حلو، يعني شفتوا أنتوا قديش في اختلاف في الدنيا، يعني مش بس الإشي اللي هيك بتكم تصير تفكروا بهاي الطريقة. ما تقاوموا الإشي الجديد، هلأ مقاومة الإشي الجديد من الناس اللي حوالينا كمان برضو هاد ممكن إنه يقتل الإبداع. الحذر وغياب المغامرة، هلا شو بيخلي ناس منا بقول لك أنا بدي أوصل لأعلى قمة بالهملايا، بتسأله بتقول له ليش، طبيب هو بتقول له ليش، بقول لك هيك أنا بدي أوصل، بدي أعمل هايكينج. وين بدك تعمل هايكينج؟ ما بدي أعمل هايكينج، بعجنون عمل وخلص، أنا بدي أروح يسافروا، بحطوا باك باك على ظهرهم وبيطلعوا. بقول لك شعور بالمغامرة، شعور بأنك أنت توصل لهذا المكان، ليش غيري وصل وأنا ما وصلت؟ أنا بدي أعرف، بدي أتعلم، أنا بدي أشوف. وعلى فكرة كل ما طلع الواحد من الإطار اللي هو موجود فيه، كل ما تعلم أكثر، كل ما تفتحت مداركه، كل ما صار يفهم الأشياء حواليه بطريقة كتير مختلفة. البيئة الإبداعية بدها تكون هي بيئة بتفتح الأفاق للتفكير، بتوفر الثقة بالخروج عن المألوف. يعني أنا إذا خرجت عن المألوف ما بيكون في إشي بحطوا علي مليون شغلة، لا بيكون في أرضية خصبة لأنك أنت أوكي فكرتك مختلفة. في ناس حتى أنتوا هلأ شوفوا بمشاريعكم بيجي الدكتور بيقول لك وين الفكرة الإبداعية، وين المختلف، ليش مألوف هذا، أنا بدي إشي غير مألوف، بحكي معك بهذا اللغة، بحكي معك بهذا المنطق. تبتعد عن النقد والتقليل من قيمة الفكرة. أنا إذا بدي أنجح إبداع بكرة، إذا كان في حدا من أولادكم عنده موهبة أو عنده تميز، ما بدك تنقد. كثرة النقد وإنك تقلل من قيمة الفكرة الإبداعية كمان هاي بتقتل الإبداع. وما تضخم الأخطاء، إحنا الخطأ مش لازم يتضخم كتير، يعني أوكي صار خطأ تعال نتجاوزه، نقدر نتجاوزه بواحد اثنين ثلاثة أربعة نتعلم منه. ففي طريقة بدخل فيها التربية على فكرة. البيئة الإبداعية كل ما كان المجتمع منفتح ذو معرفة مش جاهل، كل ما قدر حرية التفكير، شجع التنوع والتفرد، كل ما سعى للتجديد، كل ما سمح بالمبادرات الخلاقة، هاي بيئة محفزة جدا للإبداع. والأسرة كمان، السياق اللي بيعيش فيه الطفل أو الإنسان أو الفرد المبدع، إذا كان بيحترم قدراته وإمكاناته، في ثقة في الأبناء، في تحفيز، في تجريب، في خروج عن المألوف. أنا لما بشوف أمي وأبوي هيك بصير أنا كمان أفكر بهذه الطريقة المختلفة، مش إنه لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذا ما بتنكتل أو بتنعزل أو تعزل أو لا. هلأ بده يكون في حرية للاختيار. مع دائما الأهالي شو بيخافوا؟ بيخافوا إنه أنا رح تروح السلطة مني، أنا أولادي رح يغلطوا، أنا حاطت لهم قيود. أنت حاطت قيود بس لفترة معينة، هاي القيود ما بتطلع موجودة. في تحمل مسؤولية مع اتخاذ قرار، مع اعتماد على الذات، مع الأسس الحلوة اللي أنت حطيت لي إياها رح تطلعها عندي. القيم الأخلاقية اللي أنت علمتني إياها وأسستني عليها رح تطلعها موجودة عندي. بس أنت بدك تتركني لحالي، لأنه أنا كل إشي حسويه بس بنفس الوقت فيه عندي قيم عم برجع لها. بيخافوا الأهل، بقول لك لا بيكسر علي، بتكسر علي، ببطل أقدر لا لا. إذا أنت دائما منذ الصغر علمت الأولاد وعلمت البنات على إنه أوكي في إلك رأي وفي إلك رأي، أنت يحترم بس، ولكن في قواعد، في قواعد بتبين الصح والخطأ وما بتعظم الخطأ كتير وبتفهم شو الصح. بظن إنه البيئة هاي بن فيها، يعني هي بتكون فيها بذرة لأنه الواحد يكون مختلف. طبعاً الجامعة، المدرسة، الحي، المجتمع. وكمان بدي أوصيكم شغلة وأحكي لكم إياها هلأ، إنه أنت تقدر تعمل المحيط الخاص فيك
أو فيكي، بحيث إنه أنتوا يكون في عندكم يعني على كل واحد فينا مختلف عن الثاني، كل واحد فينا بحب الأشياء اللي بتختلف، إحنا دماغتنا غير، قلنا غير. هلأ أنت بتقدر تعمل المحيط اللي أنت بدك إياه، على مش بالضروري نفس الوضع اللي أنا فيه بالأسرة إذا كان خاطئ أجره على عيلتي الجديدة، مش بالضرورة إذا كان في إشي حلو قيم حلوة أنا بمسكها بضيفها لإشي كمان أنا بضيف عليه إشي جديد، بضيف عليه إشي في بصمة مني ومن عيلتي إلي أنا بصمة. يعني لازم يكون في لكم بصمة، بصمتكم بتكون كتير منيحة ما عليها أي مآخذ إذا أنتوا كنتوا دائما بتتأملوا وبتكونوا واعيين ومدركين للإشي اللي أنتوا عمالكم تعملوا. هلأ وين الخلل بيصير؟ لما أنا ما أكون واعية، ولما أنا ما أكون مدركة، ولما أنا ما أكون عارف شو بدي أسوي. ضروري يكون في لكم بصمة، أنتوا بصمة سيجنتشر بالحياتكم، وهاي السيجنتشر رح تيجي تبين بولادكم، تبين بالطريق نمط عيشتكم من الناس. أول ما تدخل بيتكم هي بتكون عارفة إنه هاي الأسرة هيك بهاي الطريقة. حلو تفكروا كمان تكونوا واعيين على هذا، على هذا الإشي، مش إنه آه يلا هذا عايش هيك وإحنا منعيش هيك وذاك بعيش هيك، وعشان إنه هدول عاشوا هيك وإحنا معاهم إحنا نكون لا. لا 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 لا، أنا بقدر أغير، أنا بقدر أفكر بطريقة غير اعتيادية، بقدر أخرج عن المألوف، بقدر أنوع، بقدر أعمل الإشي اللي برضيني أو الإشي اللي أنا بحب إني أنا مثلاً أتواجد فيه، لأنه أنا اللي بيريحني يعني بكرة رح تشوفوا لما يصير في عندكم استقلالية، أنتوا رح تكونوا غير. يعني أنتوا اللي عندكم استقلالية هلأ، أنتوا بلشتوا نمط حياة جديد لكم، فحلو إنكم أنتوا تعيشوا أولادكم كمان بهاي الـ 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 الأشياء وهاي المبادئ، وتحطوا أسسكم بنفس الوقت تراقبوا من بعيد، ومدام أنتوا بنيتوا صح ما بتخافوا عليهم أبدا. يعني بتمنى أعزائي إنكم أنتوا تكونوا استفدتوا من هاي المادة، هي مادة مش بس مجرد إننا إحنا نقعد نحفظها الكرياتيف ثينكينج، ولكن حلو إنكم تفكروا فيها بطريقة مختلفة، بحيث إنه يكون شوي الواحد، أنا يمكن ما أكون كتير مبدعة وممكن ما الإنتاجي الإبداعي يكون واصل، بس ما أمكن أضل أحاول، في فكرة براسي لازم تضلها موجودة، في اهتمام. كنا نحكي بالمحاضرة الثانية لزميلنا عشان ما تضلك تقول أنا زهقان ومالل، ضروري يكون في عندك اهتمام. في على فكرة من ضمن الأشياء اللي بتقيس فيها الناس المبدعين والأطفال المبدعين، في عنا كنا نستخدم اختبار تورنس، كنا نستخدم نموذج اسمه نموذج الاهتمامات. نموذج الاهتمامات بيبين وين اهتمام هذا الطالب، بتروح بتوديه علشان تخلق مختص بهذا الاهتمام، رياضيات، فيزياء، كتابة، ستوري تيلينج، دراما، اللي بدكم اياه، بس مخترع، في اي اشي انت بدك تنمي بده يكون في عندك اهتمام، رسام، موسيقي، بده يكون بنموذج الاهتمامات. انا فمشان هيك بحكي بقول دائما لازم يكون في عندي انا اهتمام وشغف بهذا الاهتمام بهذا الموضوع، حتى انه انا ما اضل اقول انا زهقان او انا مالل من حياتي أو أنا ما مش واصل للسعادة. كنا عم نعمل بالمحاضرة اللي قبل اختبار الذكاء الانفعالي، فكان واحدة منها إنه حل سؤال لطالب إنه خلي عندك اهتمامات، دور على الاهتمامات، وبعدين ما حدا فيكم يقول أنا ما بعرف، ما حدا علمني، ما فيش حدا هلا بيعلمك، أنت بدك تروح تدور، أنت بدك تشوف، بدك تستكشف حالك. إذا ما كان السياق اللي أنت عايش فيه بنمي هذا الإشي، بدك تطلع على حالك الوقت مش متأخر. يعني بصير الواحد يطلع على حاله إذا في حلم عندي بيراودني بدي أحققه، بدي أدور عليه، بدي ألحقه، هذا اهتمامي، هذا بيعطيني بوش دافعية للحياة، وهذا بيخليني أنا دائما أحس إنه لا، إنه أنا مش إنه السعادة رايحة مني، وإنه أنا مالل وأنا زهقان وأنا بكره وأنا. فهي الأشياء اللي عنده ذكاء انفعالي ما بيعملها، بالعكس بيدور دائما على حلول وعلى أشياء. يعطيكم العافية أعزائي، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي المحاضرة. الله يعافيك الله يعافيكم الله يعافيك يعطيك العافية دكتورة الله يعافيكم، تفضلوا.